السلام عليكم. ناخد مع بعض اول سيكشن بخصوص شيت واحد في الميجرمنت، وشيت واحد بيتكلم على التمبريتشر ميجرمنت. التمبريتشر ميجرمنت هستخدم فيها بشكل اساسي ثلاث انواع من السنسورز. اول سنسور هو عندي هيبقى الار تي دي، تاني سنسور هيبقى عندي هو الثيرمستور، تالت سنسور هيبقى عندي ثيرموكابل. هتعرض للموضوع في المسائل نوضح الدنيا بس بشكل عام. اول واحد الار تي دي، فالريزيستنس بتاعته هي بتتعامل معادلة ان اي ميتال عندي بيمشي فيه شوية تيار، فبالتالي الميتال ده بيتعرض ان يبقى عليه هيتنج معين، فبالتالي هسخن من بره، فلما اجي اسخن الميتال الاقي قومته بتتغير، فبالتالي الدروب اللي عليه بيتغير، فبالتالي بلاقي ان الدنيا فيه خلاص بستخدمه از سنسور. طب وبلاقي ان الريزيستنس بتاعته هي بتساوي ار نوت على 1 زائد الفا التمبريتشر كوفيشنت تي ناقص تي نوت. يعني ايه؟ يعني في الاخر ار تي دي على سبيل المثال بيبقى عندي تي 100، بيعتمد على ان انت عندك initial resistance، تمام، وان تغير الحرارة مع المقاومة هو تغير linear، فبالتالي حضرتك عندك initial resistance معينة بتبتدي ان حضرتك نتيجة الالفا بتاعته او temperature coefficient بتاعه بيبتدي ان هو يغير المقاومة، فبالتالي حضرتك لما تحطه في bridge of voltage divider تقدر تقيس العلاقة ما بينهم. فهو بيفترض ان العلاقة عنده هي علاقة تغير linear مع temperature. دي أول حاجة. تاني نوع هو الثيرمستور، وده لو هو conductor أو metal. فالثيرمستور هو بيعتمد على semi conductor material. طيب semi conductor material بتبيهيف ازاي؟ بتبيهيف ان انت عندك علاقة نون لينير ما بين تمبريتشر وريزيستنس. فاحنا واخدنا نوع من الثيرمستور اللي هو ال NTC اللي هو النيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت، وده اللي هتلاقي نظريا شيت شغالة. وطبعا بتفرق ما بينه وما بين التاني، هو بيقول لك الألفا ضمنيا بس هي ما اسمهاش ألفا، هو تغير المقاومة مع الحرارة هل بوزيتيف ولا نيجاتيف كوفيشنت. إذا هو نيجاتيف كوفيشنت فإذا هو NTC وده مسائل الشيت، لو بوزيتيف كوفيشنت فلنفترض فهو هيبقى PTC. طيب فبالتالي بتلاقي ان هو بيتغير بالشكل ده. طيب في ميزة حلوة ودي حضرتك هتتعرض لها قدام كتير. ايه الميزة دي؟ ان حضرتك تقدر تقول ان لو ده خط نون لينير فتقدر تقول في مسافة ما معينة ما بين اتنين تمبريتشر ان ده لينير. فبالتالي تعاملنا ان بنقول ان انا بقدر اقسم ال MTC as مجموعة من الخطوط اللينير، وكل خط لينير ليه سلوب معين، فأقدر أحسب التغير في الريزيستنس نتيجة الحرارة. تالت واحد أو تالت نوع سنسور معانا هو الثيرموكابل. والثيرموكابل بيعتمد على وجود اتنين ميتال والاثنين ميتال دول بيبقى فيه جونكشن اللي بيسميها الريفرنس جونكشن او تي كولد و التي هوت جونكشن. يعني ايه؟ يعني بجيب عندي اثنين ميتال، تمام، تو ديفرنت ميتالز. طبعا في ستاندرايزد تايبس اوف ميتال هتلاقيها موجود عندك في الريفرنس او هتلاقيها متغطيه في المحاضره. فانت بالتالي لما بتيجي تعرض ده لتسخين فهتلاقي في واحد بيسخن مختلف عن التاني. فعلا ان واحد سخن بشكل مختلف عن التاني ان هو هيبقى عنده مور انرجي عن التاني، فبالتالي هلاقي ان هو بدل فيه different temperature لماتيريال فبالتالي different energies، فبالتالي بيبقى عندك ملي فولت difference من هنا لهنا. فبالتالي الثيرموكابل هو بيديني ملي فولت، ال values بتاعته بتبقى معتمدة على tables، وال tables حضرتك بتبقى given عندك في الامتحان. طبعا انا هديك ال PDF بتاع التيبلز اللي انا كنت شغال بيها من الشيت.
ممكن في امتحان يديك نفس التيبل، ممكن يديك تيبل مختلف، بس في الاخر الكونسبت واحد. فبالتالي حضرتك لو حضرتك عايز تعرف الفولت اللي ظهر عندك، لازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا في التيبل. ايه الحاجة المهمة دي؟ الريفرنس اللي حضرتك قايس بالنسبة له. يعني ايه؟ يعني هل انا قايس التيبل ده بالنسبة لزيرو ديجري سيليزيوس ريفرنس؟ يعني ايه؟ يعني دي تي كولد انا دايما مثبتها عند زيرو ديجري سيليزيوس، ولا انا بالنسبة لي التي ريفرنس كنت مثبتها عند قيمة مختلفة؟ طيب لو انا افترضت ان انا مثبت التي ريفرنس بتاعتي عند قيمة مختلفة، ايه اللي بيحصل؟ بلاقي في ثيرموكابل اللي انا قايسها في الاخر هي بتساوي عندي الفولت اللي هيتولد عندي ما بين التو جونكشنز ناقص الفي ريفرنس اللي موجود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده هيبقى عند 0 ديجري سيلسيوس ريفرنس، وده هو الفي ريفرنس اللي انا قايس عنده. طب نوضح الدنيا اكتر عشان الكلام كده مبهم. دلوقتي انا لو ده سخنته ل 30 درجة سيلسيوس مثلا، وقايسه بالنسبة للتي ريفرنس اللي هو بزيرو، فبالتالي هيظهر عندي ميلي فولت بقيمة معينة، فلنفترض ان هي مثلا 5 ميلي فولت. طيب لو انا ما كنتش قايسه بالنسبة لزيرو، لو انا كنت قايسه بالنسبة ل 10 ديجري سيلسيوس، بديهي بلا شك ان في الاخر هلاقي ان الفولت اللي طالع لي هو اقل من ال 5 ميلي فولت، فلنفترض هيطلع لي ب 4 ميلي فولت. يبقى بالتالي اللي انا قيسته على الثيرموكابل عند الريفرنس الجديد، وده اللي المفروض هيبقى حاصل عندي، هلاقي ان هو في الاخر 4 ملي فولت، لان انا في الاخر عامل جدول مثلا، او انا مستخدم تي ريفرنس معينه بده، والجدول عندي معمول على زيرو ريفرنس. فانا لو انا عايز ارجع اسقط الكلام ده على الجدول اعمل ايه؟ لازم ان انا اشوف الريفرنس بتاعي بكام، واقول ضمنيا ان انا نتيجة ده ان هو متسخن، او القياسات بتاعتي متشفتة بمقدار ال10 ديجري سيليزيوس، فمعناها ان اي فولت عندي بالنسبة للجونكشن هيبقى عليه اوفست بمقدار الفي ريفرنس. يبقى بالتالي حضرتك اي في ثيرموكابل لو حضرتك قاسها من زيرو هيبقى مجموع عليها في ريفرنس. يبقى بالتالي لو حضرتك عايز ترجع تستخدم الجدول بتاع زيرو، وده اللي بيبقى جيفن، لازم تاخد الفي ثيرموكابل بتاعتك وتجمع عليها الفي ريفرنس، ده اللي هو عند ال10 ديجري سيليزيوس، تروح تحسبها من الجدول بتاعك، وبالتالي تقدر حضرتك تتعامل عادي بدون اي مشاكل وتشتغل عادي. تمام. طيب اخر نقطة، ان انت ممكن يبقى عندك نقط مش واقعة جوه الجدول، فبالتالي حضرتك بتحتاج تعمل انتربوليشن. من بقى على المثال شيت، هلاقي مسألة رقم واحد، ودي مسألة بخصوص الـ RTD. فبيقول لك إن أنت عندك RTD دي resistance بتساوي 106 عند 20 درجة سيليزيوس، وبيقول لك عايز يحسب ومديك الالفا اللي هو temperature coefficient بتاعك ب 0.004 per degree celsius، وبيقول لك عايزك تحسب resistance عند 25 درجة سيلسيوس. ده تعويض مباشر عندك، فهتقول ان ال R عند 25 هي بتساوي R عند 20 درجة مضروبة في 1 زائد ألفا في T ناقص T نوت، وير إن T بتاعتك هي عبارة عن 25 وال T نوت عبارة عن 20 درجة، فبالتالي بتلاقي إن الكلام ده هي reduce معاك ل 108.12. مسألة تعويض مباشر مفيهاش أي حاجة.
تاني مسألة بيقول لك لو أنا رحت خدت الـ RTD بتاعي ده وصلته في ويتستون بريدج، خدته قمت موصله على ويتستون بريدج، ويتستون بريدج ليه 10 فولت في سبلاي وليه R1 ورحت انا وصلت عندي ال RTD. طيب بعد كده بعد ما وصلت ال RTD اللي هو عندي، فبالتالي بيقول لك ان انت عندك R1 100 اوم، R3 100 اوم، R2 ب 100 اوم، وعندك ال RTD واصل معاك بالشكل ده. بيقول لك بعد كده find the voltage detector، الفولت اللي انا المفروض انا احطه اول اللي هيطلع لي هنا نتيجة تغير 1 degree Celsius. يعني ايه؟ يعني بيقول لك حضرتك عايز يعرف لما انا بغير 1 degree Celsius الفولت اللي بيتحرك معايا هنا بكام. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ والله ارجع اقول ان انا عندي ان ده عند 20 درجة، الار بتاعتي كانت 106. هل البريدج عند اللحظة دي بالانسد؟ لا هو مش بالانسد، يبقى بالتالي انا ما عنديش على البريدج عند 20 درجة نو نال كونديشن. يبقى انا بالتالي محتاج احسب الفولت اللي هيطلع لي عند 20 درجة، بعد كده احسب الفولت اللي هيطلع لي بزيادة درجة معينة او تقليل درجة مش تفرق، واشوف الفرق ما بينهم. يبقى اللي تشينج في 1 ديجري سيلسيوس بيعمل لي تغير بمقدار قد ايه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اجي هنا اقول ان الفي اي بي هو عبارة عن 10 في R2 R3 ناقص R1 في RTD مقسوم على R2 بلس RTD على مضروب يعني في R1 زائد R3. الكلام ده لما حضرتك تحسبه هتلاقي ان عند 20 درجة بيطلع معاك نيجاتيف 0.1456 ملي فولت بالبولاريتي اللي انا حطيتها. طيب وعند 21 درجة تروح تحسب الار بتاعتك، يبقى ار 21 تعوض في القانون اللي فوق تطلع معاك المقاومة 106.424 اوم. فبالتالي حضرتك لما تيجي تحسب الكلام ده يطلع معاك ال VAB يساوي نيجاتيف 0.1556 ملي فولت. يبقى بالتالي الريزولوشن او التغير في 1 degree Celsius بيعبر لي عن، مش ريزولوشن ممكن نخليها احسن، sensitivity، ان انا for 1 degree Celsius change الفولت بيتغير معاك كام؟ اطرح ده من ده، يبقى كان اتغير عن نيجاتيف 0.1456 للنيجاتيف 0.1556 يطلع معاك 0.01 فولت او 10 ملي فولت بالشكل ده. تمام؟ طيب خش مسألة رقم 3. مسألة رقم 3 بيقول لك عندي values ال RTD معينة حاططها في جدول، تمام، وبيقول لك ان انا عايز استخدمها مرة linear approximation ومرة لل quadratic approximation. طيب فهم اديني عند كل درجة حرارة مثلا 90 95 100 105 110، عامل لي جدول كده لرقية ال RTD وبيقول لي والله يعني ايه انا هشتغل بالشكل ده. فبالتالي عايز يقول لو انا شغال linear approximation هيطلع معايا الالفا بتاعتي بكام، ولو انا شغال quadratic approximation هتطلع معايا الالفا او temperature coefficient بتاعي بكام. طيب فبالتالي لو انت شغال linear فهتبقى زي المعادلة دي اللي هي r بتساوي r نوت في 1 زائد الفا t تي نوت. طيب ده لينير. طب لو حضرتك شغال كوادراتيك هيبقى عندك R
واحد زائد ألفا واحد دلتا تي زائد ألفا اتنين دلتا تي سكوات. يبقى بالتالي حضرتك عشان تعمل أول واحدة محتاج حضرتك إنك تاخد أي معادلة، طبعا محتاج يقول لك هو التي نوت أو الأر نوت بكام، فهو يقول لك تي نوت حاصلة معاك عند 115 ديجري سيلسيوس عندها المقاومة بتاعتك هتكون ب 598، 589.48 او. فبالتالي اجي اعوض في المعادلات، فمثلا هاخد مثلا فور لينير ابروكسيميشن، مثلا هاخد مثلا معايا 120 ديجري سيلسيوس تي بتساوي كده، فبالتالي ده يطلع معاك عند 120 594.84 بتساوي 598 89 سنة 4.8 واحد زائد ألفا 115 120، يعني الدلتا تي بتساوي 5 درجات. ويبقى عندك هنا معادلة تقدر تروح تحسب منها الألفا بتاعتك، فتطلع معاك الألفا ب 0.00182 بير ديجري سيلسيوس. تمام، طبعا حضرتك ممكن تاخدها على نقط مختلفة مفيش مشكلة. فبالتالي العلاقة هفوت almost linear، ف وانا بقول almost لان هو في الاخر قسمها على جدول، فانا هو بيقسم حاجة على جدول لان الرقم متبقاش purely linear relationship. طيب فبالتالي عايز تعمل نفس الكلام على اللي فوق، فبالتالي اللي فوق حضرتك محتاج نقطتين، فتيجي تقول مثلا عند 100، خلينا بقى ناخدها نقطتين بعد شوية، يبقى نيجي ناخدها عند 90 درجة، فيطلع معاك ال R عند 90 ب 562.66 بتساوي 589.48 في واحد زائد ألفا واحد الدلتا تي بتاعتك سالب 25 زائد ألفا اتنين سالب 25 سكويرد. دي معادلة. وبعد كده ممكن مرة تاخدها مثلا عند 130، فبالتالي عند 130 تطلع معاك المعادلة بتاعتك ب 605، دي المقاومة عند 130، 5.2 بتساوي 589.89.48 واحد زائد ألفا واحد في 15 زائد ألفا اتنين في 15 سكوات. طبعا حل المعادلتين دول مع بعض تطلع معاك ألفا واحد ب 1.816 في 10³ بير ديجري سيلسيوس، وألفا اتنين بتساوي نيجاتيف 1.47 في 10⁻⁷ بير ديجري سيلسيوس سكويرد. بعد كده بيقول لك عايزك تحسب الايرور بقى من كل لما تيجي تعوض على كل واحدة، فايه هسيبك انت تعمل التاسكاية الحلوة دي. فيبقى عندك الايرور هو بيساوي اكشوال، دي اللي في التيبل تيبل ناقص كالكوليتد اوفر اكشوال في 100، وده يبقى البرسنتج ايرور حضرتك اقعد تكرره عندك على القرايات اللي موجودة عندك. طيب ده بالنسبة لمسألة رقم 3. مسألة رقم 4 ودي اخر مسألة بالنسبة للار تي دي، بس هذا ار تي دي بيقول لك انت عندك الار تي دي اللي انا كنت مستخدمه في بروبلم واحد اللي هو عنده الار بتساوي 106 اوم عند 20 درجة سيلسيوس. بيقول لك عنده حاجة اسمها dissipation coefficient، وده power dissipation بيساوي ملي وات لكل ديجري سيلس. طيب وبيقول لك مستخدم في سيركت بتمشي 8 ملي امبير ثرو سنسور، وبيقول لك الار تي دي محطوط عند بليزد عند 100 درجة، وبيقول لك ايه المقاومة ساعتها، وساعتها تبقى الانديكيتد تمبرتشر هتبقى معاك بكام. ايه الباور ديسبيشن كوفيشنت
عندك حاجة ظاهرة بتحصل اسمها سيلف هيتنج، دي اللي انا كنت قلتها كده وانا بتلخبط في الاول وانا بكلمك على الار تي دي. ان نتيجة ان في كارنت ثرو ريزيستنس، فده بيعمل لك اي سكوير ار. طيب فلما يعمل اي سكوير ار يبقى عندك ايه؟ هيتنج يسمى بالسيلف هيتنج، فبالتالي درجة حرارته بتختلف. طيب without self heating هنعمل ايه؟ هنشوف الكائن ده او الشيء ده بيتعامل معايا ازاي. طيب without self heating ايه اللي هيحصل معايا؟ ان انا في الاخر بقول ان ال R عند 100 بتساوي 106 في 1 زائد الالفا اللي معايا اللي هي كانت 0.004 في 120، ده هيدي معاك 139.92 اوم. طيب with self heating دي المفروض المقاومة بتاعتي initial. طيب هيمشي جواها تيار تسخن، فالباور اللي هتبقى جواها هتبقى I square في ال R المية. طيب R square في ال R المية تديك حضرتك رقم مش حاسبه. طيب فبالتالي الدلتا تي نتيجة السيلف هيتنج هي بتساوي باور على الديسيبيشن فاكتور اللي هو بيبقى متعرف عندي، او ديسيبيشن كونستنت اللي بيبقى متعرف عندي جوه المسألة. تمام، فبالتالي حضرتك عوض معاك الباور ومعاك ديسيبيشن كونستنت، خلاص تقدر تقسم الاثنين على بعض يطلع معاك التشينج في التمبرتشر، او ده هيسخن نتيجة سيلف هيتنج بمقدار الرقم ده. فبالتالي ال R 100.358 ارجع عوض في نفس القانون اللي فوق تطلع معاك ال R بتاعتك ب 140.07 اوم. فبالتالي حضرتك لو شغال من غير سيلف هيتنج انتجريتد تمبرتشر، هي التمبرتشر اللي حضرتك شغال بيها اللي هي 100.358. ده بالنسبة لل RTD السنسور. بعد كده هنشوف بقى دوري سيجنال كونديشننج هتعمل معاه ازاي، بس نبتدي نخش في السيرمستر. فالسيرمستر نخش في مسار رقم 5 في الشيت، بلاقي في مسار رقم 5 في الشيت بيقول لي ان حضرتك عندك ال RTD اللي كان مستخدم في البريدج، قال لك انا هشيله واحط مكانه سيرمستر. السيرمستر اللي انا مستخدمه ليه ار 20 درجة سيليس بتساوي 100 اوم، وبيقول لك ان الار فيرسس تي بيحصل عليها تشينج نيجاتيف 10% بير ديجري سيليس. بير ديجري سيلسيس يعني ايه؟ يعني في الاخر مع كل زيادة درجة حرارة هلاقي المقاومة بتقل بمقدار 10% من قيمتها. يعني ايه؟ يعني كأنه بيقول لك ان الالفا بتاعتك بتساوي نيجاتيف 0.1 بير ديجري سيلسيس. تمام، طبعا ده فين؟ ده حوالين ال 20 درجة اللي هي انت فات معاك من السيرمستر، ده حاجة نون لينير، فبالتالي حوالين 20 درجة ده اللي هيحصل معاك. فبيقول لك calculate the voltage resolution of the detector needed to resolve 1 degree Celsius change in temperature. يعني في الآخر عايز يعرف هو sensitivity بتاعته و resolution بتاعه. تمام، لو انت غيرت 1 degree Celsius انا هحس بتغير قد ايه في مقدار الملي فولت. تمام، فنيجي نقول خلاص
هو لو هو قاومته 100 اوم وانا مستخدمه في نفس البريدج اللي هو عندي 10 فولت، وحاطط هنا 100، حاطط هنا 100، حاطط هنا 100 اوم، وجيت هنا حاطط الار سيرمستور، فبالتالي عند 20 درجة سيلسيوس ده نال كونديشن، يبقى ال VAB بتساوي زيرو. وعند 21 درجة أرجع أعوض في المعادلة بتاعتي، يبقى ال VAB هتساوي، أو نحسب المقاومة الأول، يبقى ال R هتساوي 100 في 1 زائد نيجاتيف 0.1، طبعا عشان نيجاتيف فده كده NTC، في اللي تشينج في تمبرتشر اللي هو 21 ناقص 20 درجة. فبالتالي يطلع معاك الكلام ده ب 90 اوم. فبالتالي في بي لما ترجع تعوض هتساوي 10 في 100 في 100 ناقص 90 في 100 على 200 في 190، يطلع معاك في الاخر اللي تشينج 263 ملي فولت. طب بقى من نقطة ان السيرمستور هو مور سنسيتيف عن ال RTD. لو حضرتك فاكر في مسألة ال RTD اللي هي مسألة رقم 2، هتلاقي ان الريزولوشن بتاعه for 1 degree Celsius change، او sensitivity لو حضرتك عملت تغير في 1 degree Celsius ده بيغير معاك في قد ايه؟ ده بيغير معاك هناك الناحية التانية، هو sensitivity التعريف الأصح عن resolution، تمام؟ ده بيغير معاك الناحية التانية في حوالي 10 مللي فولت، لكن هنا تغيير 1 ديجري سيلسيوس غير معاك في 263 مللي فولت. طب ما السيرمستور حلو وجميل ومستخدمه على طول؟ لا، هو السيرمستور فيه عيب زغنطوط شويه ان هو نون لينير، فبالتالي هو لو هو نون لينير فيبتدي ان هو يضايقك شويه في الشغل معاك، تمام؟ طيب مثلا رقم 6، ودي مبنيه على اكزامبل موجود في الكتاب، فانا هكتب لك كده الاكزامبل هنا. بيقول لك انا حاطط سيرمستور في اوضه معينه، تمام، والار سيرمستور بتساوي 3.5 كيلو اوم عند 20 ديجري سيلسيوس. فبالتالي بيقول لك الالفا بتاعتك بتساوي، او اللي تشينج بيساوي نيجاتيف 0.1 بير ديجري سيلسيوس، ومديك ديسيبيشن كونستنت بيساوي 5 ملي وات، يعني بيحصل جوه سيلف هيتنج بير ديجري سيلسيوس. وبيقول لك السيرمستور مستخدم في فولتج ديفايدر سيركت بالمنظر ده، VD وانا حاطط 3.5 كيلو اوم وانا حاطط الار سيرمستور. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لك ان عايز تعمل ايفالويشن ل الافكتس بتاع سيلف هيتنج، تمام، و بعد كده بيقول لك موديفاي الكلام ده بحيث انك تخلي السيلف هيتنج بتاعك 0.1. فنبتدي خطوه خطوه. طيب تيجي تيفكت السيلف هيتنج اللي حاصل عندك، تعال نحسب الباور بتاعتي. فبالتالي ال VD هو بيساوي 10 في 3.5 على 3.5 زائد 3.5، دي 5 فولت. طيب الباور سيرمستور هي بتساوي V سكويرد على R سيرمستور، هيساوي معاك كام؟ هيساوي معاك 7.5 مللي وات. طيب الدلتا تي تتغير معاك بمقدار البي على ديسيبيشن فاكتور، تتغير معاك 1.42 ديجري سيلسيوس، يبقى الار سيرمستور هتساوي معاك 3.5 في 1 زائد نيجاتيف 0.1 في الفرق اللي هو 1.42، ده الدلتا تي يعني الاختلاف على طول الفرق ما بينهم وخلاص.
تمام. فبالتالي هلاقي ان المقاومه بتاعتي 3 كيلو اوم، يبقى الفي دي بتاعي هيبقى عباره عن 10 في 3 على 3 بلس 3.5، يطلع معاك ب 4.615 فولت. لو انت عايز تعمل ليميتنج تخلي ده 0.1 ديجري سيلف هيتنج، معناها ان حضرتك عايز ليميت الباور ديسيبيشن. طيب اعمل ليميتنج باور ديسيبيشن ازاي؟ ده ارث المستر انا مجبر عليه، يبقى اتحكم في الريزيستنس دي، اكبرها بحيث ان انا التيار اللي عندي يمشي هيبقى ليميتد، فبالتالي اقلل السيلف هيتنج. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اجي اقول خلاص ما انا عندي الدلتا تي انا عايز 0.1، ده هيساوي بي على البي دي اللي هي جيفن عندي اصلا باور ديسيبيشن كونستنت، فبالتالي تطلع معاك البي بتاعتك ب نص ملي وات. طيب النص ملي وات انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز في الاخر اشوف التيار المفروض يمشي بكام، فبالتالي الاي بيساوي روت بي على الار سنتيمتر اللي عندي اللي انا هستخدمها عند ال 20 زي ما هي. طيب فبالتالي الكلام ده لما حضرتك تيجي تعوض بيه يطلع معاك 387 مايكرو امبير، فبالتالي الاي سيرمستور المفروض تساوي 10 على الار بلس الار سيرمستور. تحسب من هنا الار بتاعتك تطلع معاك 22.95 كيلو اوم، يبقى instead of 3.5 كيلو اوم اللي محطوطة فوق. فبالتالي حضرتك لو عايز تعمل ايفالويشن للتغير اللي حصل ده تعال نشوف. فلو حضرتك جربت عند 21 درجة لو مطلوب منك في المسألة، هيبقى عندك 3.5، 1 ناقص 0.1، 21 ناقص 20 يطلع معاك 3.15 كيلو اوم، ده طبعا وزود سيلف هيتنج. طب لو حضرتك عملتها ويز سيلف هيتنج هتلاقي ان الار 21 بتطلع معاك 3.11 85 كيلو. طيب يبقى مشكلة طبعا ممكن تعيد نفس الكلام، طبعا بالتالي هتطلع معاك ال V عند 21 بتساوي 1.196. لو حضرتك عملت نفس الكلام ده على 19 هتلاقي نفس القصة، بس هنا بتظهر المشكلة شوية بتاعت السيرمستور ان هو سنس ان هو سنسيتيف، فتغيير السيلف هيتنج مؤثر شويه في ده، فبتلاقي ان هو بس مقدار 0.1 ديجري سيلسيوس غير لك شويه بمقدار 15 تقريبا، يعني لو قلت ده 12 فهتلاقي حوالي 30 اوم تغيير في قيمه المقاومه. ده نتيجه او العيب اللي حضرتك خدته من السنسيتيفيتي، غير ان هو في مسألة رقم 8 ده فيها بلوت وكده، ممكن حضرتك تجربها على أي بلوت. في الآخر هو حاططها في نون انفرتنج سكيم، فبالتالي الموضوع بسيط إن هو في الآخر ال في دي هو عبارة عن نيجاتيف 6 على ال R سمستر مضروبة في سالب 1، ولو لقوا بيدو نون لينير ممكن تلوجه بقى دي وترسمهم هتلاقي برضو إعاقة طبعا نون لينير، وبيطلب منك ماكسيم سيلف هيتنج، فالماكسيم سيلف هيتنج هيمشي عند أعلى تيار، فبالتالي اعلى تيار يمشي عندك عند اقل مقاومه، لان في الاخر علاقه التيار هي عباره عن يعني اعملها كده ايه سريعا مثلا رقم 7 مديك بس جزء الكيرف هسيبك انت تعمله، بس الجزء ده بس اكد على نقطه هنا حاطط نيجاتيف 1 فولت، هنا حاطط ار ثيرمستور، هنا حاطط 6 كيلو اوم، وهنا عندي ال V out. طبعا النقطة دي أكنها virtual ground، فبالتالي التيار اللي هيبقى ماشي عند حضرتك هيبقى عبارة عن أو
وبلاش التيار، هتبقى الباور اللي عندك هتبقى في سكويرد على ار سمستر. عايز تحسبه من التيار، تمام، هو عبارة عن الفي عن الار اللي ماشية، يعني بتدي معاك نفس القصة، فهو عبارة عن نيجاتيف واحد سكويرد على قيمة الار سمستر اللي هي موجودة عندك عند أعلى درجة حرارة جيفن، لأن هو مديك رينج اوف اوبريشن لحد 80 درجة، فتشوف عن 8 تطلع معاك حوالي 500 أوم، فيطلع معاك في الآخر باور ديسيبيشن أو باور معاك 2 ملي وات. فبالتالي الدلتا تي بتساوي بي على بي دي، والبي دي ده جيفن معاك هيطلع معاك 0.4 ديجريسز. نخش بقى في مسألة رقم 8، وبيقول لك في مسألة رقم 8 عندك جي ثيرموكابل والجي ثيرموكابل اللي هو جايبه في المسألة ليه 22.5 ملي فولت عند 0 ديجري سيلسيوس ريفرنس. وانا زي ما قلت لك الكيرفات بتاعتك او التيبلز اللي هو مبني على الكيرفات ده بيبقى معتمد على الكلام ده. فبيقول لك عايز هو temperature بتاعة الجنكشن، يعني ايه؟ يعني عايز يعرف التمبريتشر اللي عندي. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده بنشتغل عليه بتيبلز، التيبلز دي هتبقى جيفن. فهنا بيقول لك مهم جدا تبقى عارف التايب بتاع الثيرموكابل، فبتلاقي ان هو هنا جي، وانت عندك جي وكي واس مبدئيا، فبتلاقي ان جي وكي سنسيتيف، الاس ليس سنسيتيف، بتاع الكيرفات كانت جيفن عندك. فلو انا جيت هنا خدت التيبل نزلت عليه، طيب هو كان بيقول لي ان انا عندي 22.5 ملي فولت. طيب انا قايس، هتلاقي ان ده ديجري، وهتلاقي دي اللي انت قايسها. طيب عايز اروح اجيب 22.5، طب اجيبها منين؟ اهو هتلاقي ال 22.5 اللي موجودين عندك موجودين، بسم الله الرحمن الرحيم، وقع ما بين 22.4 و 22.952، دول نقطتين اهم اللي هتلاقي حواليهم. طيب دي وقع عن تمبريتشر كام؟ 410، ودي وقع عن تمبريتشر 420. طب هل انت عندك دايركت 22.5 نظر ايه؟ لا، يبقى حضرتك مجبر ان حضرتك تعمل انتربوليشن. طيب افتكر معايا الارقام دي اهي، انتربوليشن نيدد. ليه؟ لأن حضرتك قايس ما بين 410 ل 420، فالتمبريتشر المفروض تقع في مكان ما بينهم. هنا قايس 22.4 ملي فولت، وهنا قايس 22.952 ملي فولت. طب معادلة الانتربوليشن عبارة عن ايه؟ معادلة الانتربوليشن هي انك بتستخدم لينير انتربوليشن طبيعي جدا، فبتقول ان التي بتاعتك بتساوي تي لو زائد تي هاي ناقص تي لو على في هاي ناقص في لو، ده بيساوي في ناقص في لو. دي في بتاعتك، دي الهاي واللو، الرينج بتاعك جت منين؟ جت ان السلوب المفروض نظريا واحد، فبالتالي انك بتلاقي ان تي ناقص تي لو على في ناقص في لو بيساوي تي هاي ناقص تي لو، عشان لو حضرتك مثلا نسيتها في اي وقت في الامتحان يبقى هي علاقة سلوب عادية جدا، انه المفروض السلوب هنا يبقى هو نفسه السلوب اللي عندك هنا. طيب فبالتالي تعوض في المعادله بتاعتك، تي بتساوي 410 تي لو، تي هاي ناقص تي لو هيديك 10، في هاي ناقص في لو تطرح بين الاثنين 22.952 ناقص 22.4 تضرب في الفي اللي انت عايزها ناقص 22.4 تطلع معاك الجنكشن دي 411.81 ديجري سيلسيوس. طبعا احنا اشتغلنا بشكل طبيعي جدا، ليه؟ لان في الاخر انا كان عندي ريفرنس اللي انا قايس عليه، ولو انا رجعت بصيت تاني هنا هلاقي ريفرنس القياس بتاعي عند 0 ديجري سيلسيوس، فالارقام دي متاخده عليه. طبعا هنا حسب السايت اللي انا جايب منه ده، يعني جايب لك لحد سالب 10،
تمام. فممكن حسب التيبل بس ايه جينيريك والكورس شغال كده ان حضرتك بتشتغل عند الموضوع بهذا الشكل. طيب نرجع نشوف مسألة بعدها. فبيقول لك في المسألة رقم 9 نستخدم اس تايب ثيرموكابل عند 21 ديجري سيلسيوس ريفرنس وحضرته قايس عند ده قايس 12.12 ملي فولت، ده الفي ثيرموكابل بيساوي الكلام ده. طيب بيقول لك عايزك تحسب الجنكشن تمبرتشر. طيب اتفقت معاك ان الفي ثيرموكابل هو عبارة عن الفي جنكشن ناقص الفي ريفرنس، والفي ريفرنس ده بيتقاس عند درجة الحرارة نفسها لو عند 21 ديجري سيلسيوس، يبقى انا لازم اروح اجيب الفي ات 21 ديجري سيلسيوس فروم زيرو ريفرنس تيبل. واحسب عليه انا شغال ازاي. طيب احسبه ازاي؟ اروح على الاس تايب، فلاقي هنا ده الاس تايب تمام، عايز عند 21 فاجئ انا ده، فالواحد وعشرين هي واقعة ما بين العشرين والتلاتين، فبالتالي لو انا عايز ال V فاكتب معادلة ان ال V ناقص ال V دو على T ناقص T دو هي بتساوي T هاي ناقص T دو على سوري ماشي اسلوب، مش هتحفظ المعادلة التانية اسلوب هتلاقي الدنيا اسهل معاك، T هاي ناقص T دو. طيب انا عايز ال V، طيب ال V لو عندي اللي هو كان عند 20 درجة كان معاك دي او بوينت واحد واحد تلاتة، تي اللي هي 21 ناقص 20 الكلام ده بيساوي معاك الفي هاي، الفي هاي 30 سوري لا ده الفي هات او بوينت 173 ناقص 0.113 على تي هاي ناقص تي لو 30 ناقص 20. فبالتالي ال V لما حضرتك تيجي تحسبه يطلع معاك ده ال V reference طبعا يطلع معاك 0.119 ملي فولت. طيب يبقى بالتالي ال V junction بيساوي ال V thermocouple اللي حضرتك قايسهم فوق زائد ال V reference يطلع معاك بيه 12.239 ملي فولت. طيب عايز بعد كده اروح اجيب التي، فاجي انا اقول التي ناقص في لو على في ناقص في لو بيساوي تي هاي ناقص تي لو على في هاي ناقص في لو. طيب ارجع الاس اشوف ال 12.239 دي واقعه فين، والله لو لقيتها واقعة على طول يبقى حلو، ما لقيتهاش يبقى أنا محتاج انتربوليت. 12.239 واقعة ما بين 1220 و 1230، ويبقى ده عندي ده ال V high وده ال V low، يبقى أخدهم أرجع أعوض بيهم هنا 220 ل 1230 يبقى ده 12.191 وهنا 12.312. لما حضرتك ترجع تعوض بيهم هنا بالتالي تلاقي ان التي بتاعتك تطلع ب 12.23.96، وده هو الكومبنسيشن بتاعك. وهنشوف في مسألة قدام ازاي ممكن اعمل الكومبنسيشن بتاعي ده باستخدام هاردوير سيركت. تمام. بعد كده نخش على مسألة رقم 11 تمام. مسألة رقم 10 نفس الفكرة مفيش أي فرق بس على جي تايب ثيرموكابل، فممكن تسيبها لك أنت تلعب فيها. مسألة رقم 11 بيقول لك إن عندك
كي ثيرموكابل، الكي ثيرموكابل 0 ديجري سيلسيوس ريفرنس، واستخدمه ان انا ميجر تي اوفن بتساوي 300 ديجري سيلسيوس، وبيقول لي اول حاجة احسب الفولت، فبالتالي محتاج اعرف الفي ثيرموكابل بيساوي، اخش على التابل بتاع الكي، الاقي عن 300 هو بيطلع لي 12.209 ملي فولت، ويبقى ده الفولت اللي انا قايسه. طيب تاني حاجة بيقول لك، لو انا واخد من الثيرموكابل موصل على السايت بأسلاك طولها 1000 فيت، وبيقول لي مقاومة، المقاومة بتاعتي او الريزستيفيتي بتاعتي هي عبارة عن 0.01 اوم بير فيت، يعني بالتالي انا لو عندي 1000 فيت، فانا رايح بسلك رايح وراجع، لان في الاخر انت عارف ان الثيرموكابل ده بيطلع سلكين، فبالتالي حضرتك عندك 1000 في 0.01 اللي هي 10 اوم رايح وراجع. وفي الاخر حضرتك هنا عندك 3 سيركت حضرتك هتقيس عليها، انا ممثلها عندك بمقاومة. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا عايز، او بيقول لي ايه المينيمم فولتج اللي انا لازم، ايه المينيمم امبيدنس، انبوت امبيدنس للدايرة دي، يعني ريزيستنس ار ال دي تبقى بكام، بحيث ان انا يبقى عندي الايرور يبقى within 0.2%. طيب 0.2 على 100 ده عبارة عن V actual ناقص V measured على V actual. هنا أنا عندي على النقطة دي V measured، وهنا عندي على الثيرموكابل ده ال V actual بتاعي. طيب فبالتالي حضرتك هتعوض الثيرموكابل، تعوض في المعادلة بتاعتك، فبالتالي حضرتك هتلاقي ان ال V measured هيطلع طبعا رقم اقل، بيساوي 12.1845 ملي فولت. طيب الكرنت اللي هيبقى ماشي معاك هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن فرق الجهد ما بين النقطتين دول على الريزيستنس اللي انا شايفها، فبالتالي دي دايرة ممكن ان انا الخصها باستخدام اي طريقة تلخيص، لان في الاخر انت عندك الفي ميجر ده اهو، وعندك ده الفي ثيرموكابل، فبالتالي حضرتك عندك مقاومة في الرايح ومقاومة في الراجع، يعني تقدر تقول إن أنا هشيل المقاومة دي عشان بس أبقى منسب الاتنين بالنسبة لنفس الريفرنس، وأقول إن دي بـ20 يبقى بالتالي في ثيرموكابل ناقص الفي ميجرد على 20 ده يطلع معاك 1.225 مايكرو امبير، يبقى بالتالي الار لود اللي انا المفروض احطها هي هتساوي في ميجرد على 1.225 مايكرو امبير، يطلع معاك 9.946 كيلو. تمام، ده او مسألة رقم 11 بتمارك انتهاء المسائل الخاصة عندي بال sensing او السنسور نفسه. نخش بقى على المسائل اللي ليها علاقة بالسيجنال كونديشننج، وقد تكون مسائل اكثر اهمية شوية. هاجينا
ونشوف المثال بتاعته. طيب مثال رقم 12 بيقول لك انك انت عندك RTD ماشي دي الفا معينة بتساوي 0.0034 بير ديجري سيلسيوس، ودي ار بتساوي 100 اوم عند 20 ديجري سيلسيوس. وبيقول لك ديزاين بريدج اند اوب امب سيركت عشان يديك رينج فولت من 0 لحد 10 فولت فور 20 ديجري سيلسيوس تو 100 ديجري سيلسيوس. يعني هو عايز لما تبقى درجة الحرارة عندك ب 20 درجة تقرا 0 فولت، ولما تبقى درجة الحرارة 100 درجة تقرا 10 فولت. وبيقول لك ان انت عندك الباور ديسيبيشن كونستانت ب 22 ملي وات لكل ديجري سيلسيوس، وبيقول لك عايز ماكسيمم دلتا تي ديو تو سيلف هيتنج تساوي معاك 0.05 ديجري سيلسيوس. عشان تبتدي حضرتك تفكر في المسألة دي لازم تبقى عارف كويس جدا ان كل سنسور في الاخر ليه ترانسفير فانكشن معينة. يبقى انا بالتالي لو انا عايز من 0 ل 10 بره، فانا ال V اللي انا اقيسه بره هو عبارة عن M في ال V AB زائد V offset معين انا هضيفه. طيب عشان اجي ان انا اعمل الكلام ده لازم الاول احدد قائم المقاومات اللي انا هستخدمها. طيب انا عندي ال R دي ب 100 اوم. طيب انا بيقول لي ان هو عايز dissipation factor، يبقى ال dissipation factor بتاعه دي حوالي ما يعديش ال delta T self heating. يبقى انا عندي limit على الباور بتاعي ان انا ال delta T ما لازم وحتما ولا بد ما يعديش القيمة اللي هي عندي. طيب يبقى بالتالي حضرتك عندك ليميت على الباور المستخدم عندك. طيب حاول ان انا استخدم يوزنج 5 فولت سبلاي وعندي بريدج بالشكل ده، دي اول خطوة. طبعا هو هنا ما كانش حدد السبلاي بكام، فانا استخدمت 5 في الامتحان. والله حضرتك ممكن تشوف دكتور عمانم بيفضل تستخدم ايه، لو مش محدد خلاص متاح ليك انك تستخدم رينج 5 10 15 الحاجات اللي هي بتبقى الستاندرد اللي احنا ممكن نشتغل عليها. طيب ده الار تي دي بتاعي، ولازم ابقى عارف هو الماكسيمم كارنت هيبقى حاصل امتى. الماكسيمم كارنت يعني ده اللي هيحصل عنده ماكسيمم سيلف هيتنج. ليه؟ لان ده سكوير والتاني هو ريزيستنس. انت ممكن تقول مقاومه كبيره، طب مقاومه كبيره تديك تيار قليل، تيار قليل سكوير سكويرد تمام، فالعلاقه سكويرد. لكن هنا التيار لو كبر فالعلاقه سكويرد، فهو ده اللي بيكبر السيلف هيتنج. يبقى ات ار عند 20 ديجري سيلسيوس اللي هي بتساوي 100 اوم. فبالتالي انا عايز الدلتا تي بتاعتي تبقى 0.05، ده هيساوي باور على البي دي، فالباور بتاعتي عايزها 1.4 ملي وات. طيب يبقى الاي بتاعي هو عبارة عن روت بي على الار ار تي دي، لو عند 20 درجة يطلع معاك 3.74 ملي امبير. طيب 3.74 في 10 أس 3 الكلام ده
بيساوي 5 على 100 زائد ال R اللي انا احطها فوق اللي هي R2 بتاعتي. طيب فالكلام ده يروح معايا ان انا اقدر احسب ال R2 بان هي بتساوي 1200 1236 بوينت 9، وانا اختارها ان انا هنا بالديزاين يعني عايز اشتري ب 1.3 كيلو اوم اكبر شوية بحيث ان دي تبقى ستاندرد فاليو، فبالتالي اقدر اصور. يبقى انا هاجي اختار هنا 1.3 كيلو اوم. لو انا عايز نال كونديشن عند الار ب 100، يبقى بالتالي لازم دي تبقى 100 اوم ولازم دي تبقى 1.3 كيلو اوم. ليه؟ فور نال كونديشن ان ده في ده او ده في ده ناقص ده في ده يديك نال كونديشن ات 20 درجة سيلسيوس. نكمل عند 80، أو سوري عند 100 درجة سيلسيوس ال R بتاعتك هتبقى عبارة عن 100 بلس 1 بلس الألفا بتاعتك اللي هي كانت given ب 0.0034 في دلتا تي اللي هو 100 ناقص 20، تطلع معاك ب 127.2 اوم. فبالتالي ال في اي بي يطلع معاك 5 ار 2 ار 3 ناقص ار 1 ار 4 على ار 1 بلس ار 3 في ار 2 بلس ار 4. القيم دي خلاص جبنا، هتلاقيها في البريدج اللي فوق، بس هتغير ال ار 4 دي هتبقى ال ار ار تي دي، ودي هتبقى ال ار ار تي دي عند 100 اوم، عند ال سوري عند ال 100 درجة سيلسيوس. يطلع معاك ده سالب 8 80.4 ملي فولت. يبقى بالتالي حضرتك لو شغال نال كونديشن زيرو، يبقى بالتالي حضرتك مش محتاج تزود اي اوفست. ليه؟ ان حضرتك محتاج عند 20 ديجري سيلسيوس يبقى الفي اوت هو عبارة عن ام في انبوت زائد في اوفست، والفي انبوت ده هيبقى بزيرو. خلاص يبقى انت مش محتاج اي اوفست، لان ساعتها هيبقى عندك الفي اوت ده بزيرو، فبالتالي ده صفر معاك لزيرو. تمام، مفيش مشكله. يبقى حضرتك محتاج بس لوكت جين، فبالتالي حضرتك عند العشرة ده بيساوي ام في سالب 88.4 ملي فولت. يبقى الام بتاعتك تطلع ب 113.12 بتساوي ار 6 على ار 5. تمام، عادة لو حضرتك الجين اوف اوردر 100، ودي حضرتك برضو لازم تأكد فيها كويس جدا مع دكتور عبد المنعم سيف لو هو بيشتغل بالكونفنشن ده او بيشتغل بالكونفنشن مخالف، ان لو الجين بتاعك من اوردر 100 يبقى حضرتك ممكن تستخدم سنجل ستيج امبليفيكيشن. لو اكبر من كده يستحسن ان حضرتك تستخدم تو ستيج امبليفيكيشن. ليه؟ عشان الموضوع يبقى ريلايزبل شويه، ما تبقاش حضرتك بتكبر في اشياء كتير. طيب فبالتالي انا محتاج اوب امب اهو انفرتنج، لان انا عندي علاقه نيجاتيف
دي مقاومة R6، على R5، تمام. وهنا ده الانبوت بتاعه، فانا عايز ال R6 على R5 يساوي 113.12، يبقى لت R5 بتساوي 1 كيلو اوم، R6 تبقى عبارة عن 113.12 كيلو اوم. دي اجيبها منين؟ دي حضرتك ممكن تعمل 2 سيريز ريزيستنس، تاخد ريزيستنس كده 100 اوم، 100 كيلو، متسريسة مع، او بلاش 100 كيلو، خليها هي 10 كيلو اوم لو حضرتك لقيتها، يعني متسريسة مع بوت، بوت ده 10 كيلو اوم، بوت هو اللي هيديك 3.12 كيلو اوم. حضرتك تقعد تظبطها، تقعد تظبط السنسيتيفيتي بتاعتك وحضرتك بتتحرك. يبقى بالتالي السيركت بتاعتك هتبقى حاجة بالمنظر ده. هدخلها على instrumentation amplifier ليه؟ عشان اقلل loading effect عندي. فبالتالي برضو كلارتي مهمة، حضرتك هتقيس جهد سالب ما بين النقطتين دول، فبالتالي اللي هيطلع عندي الناحية دي differential signal، فبالتالي تاخد هنا نيجاتيف 1 ديفرنس امبليفاير طبيعي، نفس الكلام هنا 110 كيلو اوم بلس 3.12 كيلو اوم بوت العادي، وهنا 1 كيلو اوم، وهنا 1 كيلو اوم، وبالتالي هنا هيطلع نيجاتيف. فهنا ده نيجاتيف بالنسبة لده، فالنقطة دي هي نيجاتيف بالنسبة لده، فبالنسبة لي هو الجيم بتاعي هو ده على ده، النقطة دي ناقص النقطة دي، يعني كأنك بتضرب في سالب، فهتلاقي ان هو بيترد معاك عادي، وهتلاقي ان الإشارة ان الفي اوت محقق المعدل ده، تمام. خش في المسألة اللي بعدها. طبعا المسألة بتتكرر إلى حد ما، فهتلاقي في حاجات هسيبها لك وممكن ترجع لي فيها، مش هحل كله عشان برضه ايه الفيديو ما يطولش، وعشان انت يبقى ايه في جزء خاص بالبراكتس ليك متساب ان حضرتك تعمله كويس. مسألة رقم 13، مسألة رقم 13 بيقول لك إن عندك كي تايب ثيرموكابل 0 ديجري ريفرنس، نستخدم ان هو يميجر تمبريتشر ما بين 200 درجة تو 350 درجة سيزيوس. ديزاين سيستم هيحول لك ده رينج انتو ان 8 بت وورد such that ان انت بيتغير من 0.0 هكس لزيرو واحد هكس. ركز معايا، ده معنى كلمة resolution، عند 200 درجة سيلسيوس، يعني أول ما يهت 200 درجة فكان ده ريفرنس بيتغير معاك، وبيتغير من اف اي هيكسا تو اف اف هيكسا عند 350 درجة سيلسيوس. أول حاجة أداك ثيرموكابل، يبقى لازم تروح تجيب رينج الفولتات بتاعتك، وده خلاص بيطلع فولتات، يعني مش محتاج ويتسون في أي حاجة، فتروح تقول
انك عندك في 200 بيساوي، تروح للجدول بتاعك 200 يطلع لك 8.138، و350 هيطلع لك 14.293، يبقى ال في 200 8.138 ملي فولت، وال في 350 عبارة عن 14.293 ملي فولت. يبقى انت بالنسبة لك لو حضرتك عايز تعرف الريزولوشن بتاعك هو عبارة عن ايه، هو عبارة عن الفولت بتاع الاي دي سي مقسوم، او الريفرنس ده الاي دي سي ريفرنس مقسوم على 2 باور بيتس اللي افيلابل عندك. طيب الفي اي دي سي اللي هو موجود عندك، هو موجود عندك بكام؟ هو موجود عندك لان ده بيحدد على الستيتس، فانت كام فولت متقسم على كام ستيت عندك، فبالتالي ان حضرتك بتلاقي رينج الفولتات بتاعتك هو ده مع كل تشينج، فبتلاقي انك متقسم على ده او ماينس 1، تمام؟ فبتلاقي حضرتك بتلاقي ان انت لو هو مديك في المسألة 2.5 في اي دي سي ريفرنس، فهيبقى عندك ريزولوشن بتاعك حاصل عند حوالي 0.01 ملي فولت، تمام؟ هو بيطلع 0.99، فبالتالي يطلع معاك الرقم ده تقريبا 0.01 فولت او ب 10 ملي فولت. يبقى بالتالي حضرتك عند 200 درجة حضرتك عايز الفولت يبقى بزيرو، عن 350 اللي هي عند لحظة التشينج، ان حضرتك عارف ان الستيبات حسب بقى لحد الستيت اللي هي الستيب بتاعتك اللي هي اف اي تو اف اتش، فهتلاقي ان ده طبعا كل ستيبايه من دول 10 ملي فولت، فهتلاقي من اف اي لاف اف اول ما تعدي ال 2.49، لان ده 2.5 يبقى ده هيبقى حاصل عند 2.49، يبقى بالتالي انت عايز الـ V يبقى يساوي 2.49 فولت. طيب يبقى بالتالي V ADC اللي هيخش عندك الـ ADC هو عبارة عن M V زائد V offset، يبقى انت عندك لما عايز V ADC يبقى بزيرو، عايز الـ M في 8.138 في 10^3 زائد V offset، وعايز لما يبقى 2.49 يبقى M في 14.293 في 10^3 زائد V offset. دول معادلتين في مجهولين تحلهم مع بعض يطلع لك ال M بتاعك ب 404.55، ويطلع ال V offset بتاعك بسالب 3.293. عشان هعمل الكلام ده اعمل ايه؟ يبقى الاول حاجة انا هضرب في جين، وبعد ما اضرب في جين اقوم مدخل على سامينج مع السيجنال دي، فبالتالي اقدر احقق السيجنال اللي انا عايزها من بره. طيب بس تاخد بالك من نقطة ان الجين ده كبير جدا من حركة على سنجل ستيج، فهنبتدي ان احنا نحققه على تو ستيج. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة ادي الثيرموكابل بتاعي، دي تي ريفرنس او تي كولد، ودي تي جونكشن او تي هوت. خرج عندي بسلكين من هنا، هبتدي ان انا ادخلهم على ريزيستنس، فواحد كيلو اوم واحد كيلو اوم، طبعا لو بتطلع لي ديفرنشال فانا هعمل اول ستيج جيم 100،
احط هنا 100 كيلو اوم بلس ماينس، وانا طبعا ده بلس ماينس ان السيجنال دي جانكشن بالنسبه للفولت، فالفولت بيطلع لي من هنا وهنا 100 كيلو اوم. طيب كلام حلو. طيب خرجت من هنا، بعد كده هعمل ايه؟ انا هنا حطيت جيم 100، فناقص لي بقية الجيم بتاعي اللي هو 400، او فاضل اللي هو 4.04. تمام، ده اللي فاضل لي من الجيم. فبالتالي انا محتاج حاجة تقدر تحقق لي الكلام ده، فاجي هنا اقول خلاص واجمع طبعا عليها السيجنال التاني. طيب طبعا ايه، هيجي عندنا سؤال مهم دلوقتي، تعالي مش عليه، هخلي دي 10 كيلو اوم، ممكن تخليها واحد وانا تحط 404 كيلو اوم، السلة هتبقى كبيرة. طبعا لو قللت input resistance كبرت input resistance يبقى احسن. فبالتالي احط دي 10 كيلو اوم يبقى افضل شوية، وهنا 40.4 كيلو اوم، يا اما تلاقيها على طول يا اما حضرتك تحط 40 زي بوتنشيومتر مثلا 1 كيلو، فده يتحل معاك. وهنا السيجنال اللي انا المفروض اطرحها منها. انا عملت ايه؟ انا قلت المعادلة الأخيرة بتاعتي اللي هي VEDC مفروض تساوي 404.55 في ال V ناقص 3.293 فولت. طيب كام حلو، انا قلت لا، قلت يبقى دي عبارة عن 100 في 4.0455 في الفي ناقص السيجنال اللي هي هتبقى عندي في النص اللي هي 0.748، اللي هي انا خدت الديفرنشال سيجنال، عايز في الاخر ان انا احقق المعادله دي. طيب احقق المعادله دي ازاي؟ احقق المعادله دي ان انا خدتها على 2 ستيجز. طيب اول ستيج هي هتديني السيجنال دي اضربها في الجين ده، طيب بس هيبقى ناقصني مية مضروب في 4.045 لي في ثيرموكابل ناقص 4.045 مضروب في الاوفست اللي انا عايزه اللي هو هيبقى 0.748. المعادلة دي هتريدوس المعادلة اللي فوق، فده خدته المية، خدته من اول ستيج، ضربت الفي ثيرموكابل في مية. طيب كده فاضل لي 4.045، ولازم يبقى الجين متوحد على الاتنين، فعشان كده هم جاي هنا الاحمر اهو، اروح تمام كسامينج او ستيج سامينج او ديفرنس كله مع بعض مش فارقه. تمام، احط هنا 1 كيلو اوم مقاومه، واقول ان انا عايز 0.748 بتساوي 5 في 1 على R زائد في 1000، تطلع معاك ال R بتاعتك ب 5.68 كيلو أوم، فتقوم جايب بوتنشيومتر يطلع لك ال 5.68 كيلو أوم، وفي الآخر اللي خارج من بره دي تبقى السيجنال بتاعتك اللي هي مطلوبة عندك في السؤال. تمام، طبعا سؤال المثال ده مهم، بيجي في امتحانات، اهتم بالفكرة مفيش مشكلة، بس اهتم بالستايل اللي دكتور سيف هيكون طالبه منك ان حضرتك تحل المسألة بالشكل ده. طيب نخش في مسألة رقم 14. فمسألة رقم 14 بيقول لك كي
ثيرموكابل حضرتك مستخدمه ان حضرتك تقيس ليكويد. الليكويد ده ممكن يوصل up to 100 ديجري سيلسيوس. طيب انا اقيس الرينج بتاعي من 50 درجة سيلسيوس ل 80 درجة سيلسيوس، عايز عند 50 يقرا 0 فولت، عايز عند 80 يقرا 2 فولت، وعايز الايرور يكون up to 1 ديجري سيلسيوس بلس او ماينس، ولا رقمته ايه دلوقتي، و عند ال 100 درجة سيجنال شود تريجر ان الارم. ايه حكاية الايرور؟ والله لو حضرتك شغال بحاجة فيها سيلف هيتنج يبقى بالتالي حضرتك عندك دلتا تي تشينج، فبالتالي لازم تعمل ليميت دي تو ذا ايرور جيفن. فالمسألة دي في الأصل كانت بتاعت ار تي دي، وبيقول لك أنا هشيل ار تي دي وأحط مكانه ثيرموكابل. طيب هنا هل أنا عندي سيلف هيتنج؟ لا، الثيرموكابل بيطلع لي فولت أو ملي فولت، فبالتالي أنا ما بيحصلش عندي سيلف هيتنج، فبالتالي أنا هشتغل على طول. طيب لازم أعرف الفي عند 50 درجة، فاروح بقى طبعا الكيرف بتاعتي يديني 2.02 ملي فولت، V عند 80 درجة هيديني 0.3267 ملي فولت، وال V عند 100 درجة عشان دي اللي هتحدد الألارم بتاعي بيساوي 4.096 ملي فولت. طيب هو عايز الكلام ده يبقى طالع عندك بالشكل ده، فأنت عندك المعادلة بتاعتك ال V out هي عبارة عن M V thermocouple plus V offset، فأنت عندك ال 0 هو عبارة عن M V thermocouple اللي هو 2.02 في 10 ناقص 3 زائد V offset، وعندك عند الاتنين هو بيساوي M في 3.267 في 10 ناقص 3 زائد V offset. تحل المعادلتين دول مع بعض يطلع معاك ال M بتاعك ب 1000 1603.85 وتلاقي ان ال V offset طالع معاك بسالب 3.239 فولت. طبعا value gain رقم رهيب كبير اوي يعني. تمام، فبالتالي لازم ان احنا نهندل الدنيا دي كويس. فبالتالي الدنيا دي نبتدي ان احنا نهندلها ده رقم غريب، ثاني احسبه تاني. رقم صح، اكبر شوية بس مش مشكلة. تمام، الرقم ايا كان هو طالع كده كده معايا كبير، مش ازمة برضو. الفرق اللي عندي صغير من 50 ل 80، فبالتالي محتاج جين كبير عشان ان انا اكبر الدور. طيب بالتالي الفي الارم اللي انا هعمل عليه الكومباريتور بتاعي هيبقى عبارة عن 3.33 فولت. طيب ده لازم اعمله عن طريق تو ستيجز، هيبقى نفس الرسمة اللي فاتت بالظبط مفيش اي فرق. فيبقى عندي ده الثيرموكابل بتاعي، هبتدي ان انا ادخله على difference amplifier عشان هنا يعني السيجنال جاي لي differential، فاخد اول stage
differential بالشكل ده. ويبقى عندي هنا تاني stage 10 كيلو اوم، وناخدها 160.3. برضو نفس القصة بالظبط اللي انا عملته المرة اللي فاتت، 10 كيلو اوم، ان انا اشوف اوفست ده اقسمه على 16.3 فيديني في الاخر قيمة المقاومة اللي انا احطها. فالاقي ان انا لو حطيت هنا 1 كيلو هلاقي ان انا محتاج هنا 23.75، جربها مفيش مشكلة، هاتوا بوتنشيومتر 100 كيلو وحط هنا 5 فولت، وبالتالي السيجنال دي محتاج تقارنها عن طريق كومباراتور بحيث انك لو عديت التلاتة بوينت تلاتة تلاتة بخمسمية اوم السيجنال دي هتجو اوت لواحد، لو قالك مثلا وصلها بليد فبالتالي هتلاقي انك مثلا ممكن توصلها بالشكل ده، حط ليميتنج ريزيستنس 330 اوم للدقيقة مثلا، لو ده بيخرج 5 فولت تاني مثلا، تمام. وتبقى دي هي طبيعة المسألة اللي حضرتك شغال بيها. طيب مسألة رقم 15 نفس الفكرة، مسألة رقم 16 و17 هسيب لك انك تحلهم. خش معاك في مسألة رقم 18. مسألة رقم 18 بيقول لك نستخدم كي تايب ثيرموكابل عشان بس في فكرة جديدة، وعايز يديك رينج من 500 ل 700 ديجري سيلسيوس، ده يدي قدامه من 0 لحد 2.5 فولت، تمام. وبيقول لك ان هو مستخدم حاجة اسمها 3 تيرمينال سوليد ستيت سنسور ويز 12 ملي فولت بير ديجري سيلسيوس تو بروفايد ريفرنس كومبنسيشن. تعال نرجع للأصل، اتفقت معاك ان الفي ثيرموكابل هو عبارة عن في جانكشن ناقص في ريفرنس. حضرتك لو عايز الفي جانكشن بناء على التيبل اللي حضرتك المفروض بتعمل عليه الكلام ده، يبقى لازم يبقى عندك الفي ثيرموكابل وتجمع عليها الفي ريفرنس، تمام. طيب ده حضرتك بتعمله بايدك بافتراض ان حضرتك توقعت ان الريفرنس ده اتغير. طب لو حضرتك مش عارف الريفرنس ده اتغير ولا لا، فبستخدم اكسترنال سنسور اللي هو ال 3 تيرمينال سوليد ستيت سنسور تو ميجر changes in reference. يعني ايه؟ يعني في الاخر السنسور ده دوره ان هو يقيس ال changes بتحصل عندي ملي فولت ويجمعها لي على القياس اللي انا اخده على الثيرموكابل، عشان في الاخر اللي انا بعمله بعمله بناء على ان انا شغال على الجدول بتاع الزيرو. طيب مسألة رقم 18 بعمل الكلام ده ازاي؟ والله اروح اجيب انا عايز الرينج بتاعي من في 500، يبقى انا عندي الفي 500 بتاعتي بتساوي كذا والفي 700 بتساوي كذا، اروح اجيبهم كي 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 20.64 20.65، والفي 700 بتاعتي هتبقى 29.14 ملي فولت. طيب انا عايز عند واحدة تطلع لي 0 واحدة تطلع 2.5، هجيب المعادلة بتاعتي عادي عند الاتنين، محتاج اقول ان الفي اوت
هو عبارة عن M في ال V junction زائد V offset. باجي اقول هنا اعوض المعادلات بتاعتي تطلع معايا ال M، خلاص بقى عملناها كتير، ب 294.5، وتطلع معايا ال offset ب نيجاتيف 6.081 فولت. بعد كده هلاقي ان ده بيديلي بير ديجري سيلسيوس، العلاقة عاملة ازاي؟ 12 ملي فولت بير ديجري سيلسيوس. طيب وفور ثيرموكابل، طبعا الريليشن هي اولموست لينير بس ما تبقاش كده بالظبط. لو رجعت للكي هلاقي ان الكي تايب ثيرموكابل بيديني حوالي، مثلا هنا هتلاقيها حوالي 0.04، هنا 0.04، هنا 0.04، هكذا. تمام، طبعا هلاقي لما الدنيا بتتحرك، لو انا رحت بصيت على الرينج بتاعي هلاقي ان الريليشن طبعا شغال من 500 ل 700، لانك ده بوريك بس جزء اللينيارتي. فهتلاقي مثلا انك انت عندك من 510 01 ناقص 20.644 على 10 بيديك حوالي 0.0427. تمام، اللي هو ده حركة هتشتغل بيها مفيش مشكلة. 0.04 ملي فولت اتشينج from temperature to answer أو per degree Celsius. طيب والتاني بيديني 12 ملي فولت، يعني تاني أكبر بكتير قوي بالنسبة لده. فأنا محتاج أمبليفاي الأول ده وبعد كده أدخل عليه الـ decompensation. طب محتاج أمبليفاي ده لكام؟ يبقى هو أشوف 12 على 0.04 محتاج 300 تايمز ثيرموكابل عشان يبقوا الاثنين على نفس الريفرنس. يعني ايه؟ يعني عشان 0.04 ملي فولت يبقى قريب لل 12 ملي فولت اللي انا هجمع عليهم، يبقى لازم امبليفاي الاول السيجنال بتاعت الثيرموكابل وبعد كده اروح اجمع عليها الفي ريفرنس بتاعي. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ في الاخر المعادله كان وزود ريفرنس كومبنسيشن كانت طالعة معاك 294.5 مضروبة في ال V junction ومجموع عليها ال V offset اللي هو ناقص 6.081 اللي هو موجود عندي. طيب يبقى بالتالي حضرتك عشان ال V thermocouple يقرب شوية من ال V reference محتاج اعمل ايه؟ محتاج اشوف ايه العلاقه ما بين الجين اللي انا عايزه اللي هو 300 ده وما بين ال 294.5. يبقى انا بالتالي محتاج اضرب الاول يطلع معاك reference compensation كده كده تاني نكتبها او بوينت 9816 مضروبة في 300 في ال V thermocouple plus أخليها V junction
تقيس المقابل. زائد ال V composition ناقص 6.08 على ال 0.981 يديك 6.194. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في الاخر كنت محتاج ان انا اضرب السيجنال اللي عندي في 294 مرة عشان في الاخر اقدر اوصل للكلام ده. طيب لما كنت اضربه في 294 مرة وانا عايز احط ال V composition، يبقى بالتالي ال V composition عشان يتجمع معايا لازم يبقوا الاثنين ليهم نفس البيز. يعني ايه؟ يعني انا عشان اغير 12 مللي فولت لازم يبقى التاني يبقى مناظر لتغير ال 12 مللي فولت اللي هو ال change في thermocouple، لان sensitivity ده غير sensitivity ده. طيب فبالتالي السنسيفتي بتاعت ال 3 terminal associate كبيرة، فبالتالي محتاج اكبر التاني الاول فكبر السنسيفتي بتاعته، فلما اكبر السنسيفتي تبقى مقارنة بالتاني يبقوا الاتنين على نفس السكيل، يبقى ده بيغير 12 مللي فولت وده بيغير 12 مللي فولت بير ديجري سيلسيوس. فعشان كده احتجت ان انا اضرب في 300، وبعد ما بضرب في 300 زائد في كومبنسيشن في الاخر المعادلة بتاعتي كانت محتاجة ان هي تبقى 294.5. يبقى بالتالي 300 ده زائد ده بيديني ال V ثيرمو، سوري هنخلي دي سيمو كابل، وده زائد ده يديني ال V جانكشن عند 0 ديجري سيلسيوس اللي انا المفروض بشتغل عليها. تمام، بعد كده لما اخد الفي جانكشن بتاعتي الاثنين دول مجموعين على بعض اضربها في 0.98116 اللي هو ده في ده يديني العلاقة دي. فبالتالي اجمع عليها ده تطلع معايا العلاقة بتاعتي زي ما انا عايز. يبقى بالتالي انا بستخدم ده عشان انا احسن معايا الدنيا، فبالتالي الرسمة بتاعت السيركت بتاعتك تبقى مشابهة للتاني. هنا بس كان ريفرنس، كان حط مقدار جين كبير مرة واحدة، ده كان إلى حد ما مريب شوية. ماشي، ممكن نقسمها مثلا على نصين كده كومبوننت تقدر. طيب فلنفترض طبعا ايه هتحتاج انك تشيك مع الدكتور بس الماكسيمم جين انك تعمله برستيج 300، ده الى حد ما رقم كبير شوية ان احنا نعمله على سنجل ستيج، فبالتالي كان ممكن ان احنا نعكس اطراف الثيرموكابل فتطلع انفرتنج مثلا. ممكن اخلي ده مثلا عشان ما يبقاش واخدنا السنجل ستيج، يعني فتطلع معايا انفرتد. احط هنا مثلا احنا عايزين نضرب في 300، يبقى احط مثلا هنا 30 كيلو اوم، 1 كيلو اوم، 1 كيلو اوم، وهنا 30. طبعا انا عكس بس الاوبام بتاعي
وبعد كده اخد ده على انفرتنج عادي بقى، وهنا 1 كيلو اوم، وهنا 3 كيلو اوم، سوري 30 كيلو اوم. فبالتالي يبقى عندي هنا خدت 30، هنا يبقى عندي 10، يبقى دي 310. طبعا هنا عندي بوزيتيف نيجاتيف، فأنا دخلته على انفرتنج، فكده خرج معايا أول جزء من المعادلة اللي هو 300 في ال فيس المقابل. بعد كده عايز أدخلها بقى على سامينج امبليفاير، فأقوم رايح اعملها بالشكل ده. وانا عايز الجيم بتاعي يبقى كام؟ عايز الجيم بتاعي يبقى 0.9816. يبقى بالتالي انا هنا على سام امبليفاير، بس تاخد بالك ان السام امبليفاير علاقته بالسالب، فلو انا هنا ضربت في سالب ودخلت على انفرتنج تاني فيبقى عندي 0.9816. الكلام ده موجود معايا، خلاص نقفل عشان كده وقت طويل. هتاخد المعادلة دي تضربها في سالب، فيبقى عندك نيجاتيف، وخلي النيجاتيف بره، 9816، فيبقى ده يخش عندك بالسالب، نيجاتيف 300 في سير مقابل ناقص في كومبنسيشن بلس 6.1949. فبالتالي عشان تعمل الكلام ده محتاج انك خلاص هتقوم جاي واخد، طبعا حاطط هنا ال 3 تيرمينال سوليد ستيت ده شكله، وهنا بياخد 5 فولت، ترون 10 كيلو اوم. طب الجمع زي ما هو، فهنا عندي تاني جزء اخش بالسالب، عايز ادخل الجيم بتاعي بالموجب، وانا طبعا احط هنا الطاقة بتاعتي، هنا عندي 10 كيلو اوم، وهنا عندي حاجة بتديني 9.816 كيلو، وفي الاخر ناقص السيجنال بتاعتي عشرة كيلو اوم، طبعا عشان يبقى الجيم بتاع السامنج واحد في الاخر في كله. فبالتالي حط هنا ريزيستنس، وهنا ريزيستنس انا عايز ادخل دي بالسالب، فهجيب سالب 15 فولت على افتراض ان حضرتك هتجيبهم. فبالتالي عايز يبقى عندي علاقة الفولتج ديفايدر اللي تطلع لي السيجنال بالشكل ده، فتحط هنا مثلا 1 كيلو اوم وتحسب الار بتاعتك دي، تطلع معاك ايا كان ما طلعت. تمام، بعد كده تاخد السيجنال بتاعتك على 10 كيلو اوم، وهنا عشان يعكس لك السيجنال بتاعتك، وفي الاخر تطلع معاك وكده. ده بيميزني هيد شيت 1. تمام، لو عندك اي اسئله ممكن ترجع لي، وقاكم ان شاء الله في شيت بعد. شكرا جزيلا.